اهلا بحضراتكم من جديد. بعد مباراه طلائع الجيش، مستر مارسيل كولر استاء جدا من حاله ملعب استاد القاهره. والحقيقه مستر كولر كان من اوائل الناس اللي اشادت بالاستاد وفرحت ان الاهلي ينقل ماتشاته لاستاد القاهره، وكتير لما تغنى بهذا الملعب، دي حقيقه. لكن شاف واقع قدامه، شاف نجيله فعلا متهالكه خالص، عبر عن رايه. هل كان في تجاوز في الكلام ولا لا؟ نسمعه تاني ونشوف اذ ربما يكون غلط واحنا ما خدناش بالنا. Aber da wäre aus meiner Sicht sicher mehr möglich noch, dass man nach den Spielen Löcher zumacht und ja, einfach mal so vorneweg. حاجة بس عايز أقولها في الأول عشان كده كان بيسأل على الملاحظة بتاعت بره المباراة دي، كان بيسألني على الموضوع اللي هتكلم فيه ده، ليه علاقة بالمباراة ولا لأ؟ قلت له لأ ليه علاقة. موضوع عايز اتكلم فيه في الاول هو حاله استاد القاهره. احنا كنا دايما بنبقى مبسوطين جدا ان احنا نلعب في استاد القاهره، احنا حاربنا عشان نلعب في استاد القاهره. لكن الحاله اللي عليها الملعب حاليا بقت سيئه بشكل غير عادي. الملعب ارضيته بقت وحشه جدا، كما لو كان مفيش اي رعايه ليه. انا ما اعرفش اصلا المهندسين اللي شغالين فيه سابوه وبطلوا يعملوا فيه شغل ولا ايه اللي بيحصل، لكن الملعب بقى من سيء لاسوء كل مباراه. الحفر بقت بتزيد، ما حدش بيعمل اي رعايه او تغطيه للحفر اللي فيه، الملعب بيتهرس، بتسيء، زيد حالته سوء. حاجه تحزن جدا، لان ده كان احسن ملعب في مصر وده واجهه مصر، ملعب استاد القاهره. فطبعا بس بقول في الاول ان انا زعلان جدا ان حاله الاستاد وصلت للمرحله دي. طيب، هو انا شفت المؤتمر ده بعد المباراه وفهمت ان مستر كولر عايز يقول ايه. انك انت الاداء ما تقدرش تضمن الاداء العالي الا على ملعب عالي، وانا كان فرحتي بالاستاد انه كان افضل ملعب موجود تقدر تلعب عليه. وكان حتى لما تشوف كل المباريات الافريقيه وحريص يلعب عليه. فالمساله ما فيهاش يعني تعدي ولا اساءه ان يقول بس انا مش عارف ايه اللي حصل، ارضيه الملعب سيئه جدا وما تسمحش بالاداء الجيد. في مباراه هو كسبها، يعني هو مش بتلكك، انما عايز يقول ملاحظه. انا فوجئت بردود فعل، هنسمعها طبعا، انت موضب لنا حاجه عشان برضو ابقى فاهم هو ليه اتخذ بشكل شخصي في الحته دي. طيب، ده كلام وليد الازمه او وليد عبد الوهاب، لانه بقت ازمه. كولر الراجل محترم، حتى وهو بينتقد بيشيد بالاستاد، بيقول كان كويس جدا، كنا بنبقى مبسوطين واحنا بنلعب عليه. مش عارف هل المهندسين اللي كانوا مسؤولين عنه سابوا الشغل ولا ايه. يعني هو بيقول ان الناس كانت عامله حاجه كويسه جدا، بيقول بدات تظهر في حفر، بدات النجيله ما تبقاش بالمستوى اللي كانت عليه. وبعدين الراجل امتدح الملعب وقال لك دي واجهه مصر ودي قيمه كبيره جدا، اتمنى انه يرجع للحاله اللي كان عليها. يعني هو اوكي مصنفه التصنيف الايجابي الكبير، لكن فجاه لقاه تراجع لاسباب بالنسبه له ما كانش يعرفها فسجل رايه. زي اي مدرب في العالم بيتكلم على ارض ملعب، ده بيحصل كتير حتى هنا، وشفنا مدربين كتير قوي بينتقدوا الملعب. وانتقدنا ارض التتش، الله، ويعني ما الجمهور بيطلع ينتقد ملعب التتش واحنا انتقدنا الملعب، ومجلس الاداره بيقفل وبيصلح وهكذا.